كثير ناس تنتظر شهر رمضان لحتى ترجع شوية تنظم أمور حياتها، من هالفئة بكير، مواعيد الأكل، كمية السكريات والنشويات المسموحة، وقت الرياضة، وكتير قصص تانية. بس كمان بنفس الوقت أغلب العالم تنقلب حياتهم بهالشهر وبصير كل شي عندهم مخربط، وبينتظروا لحتى الشهر الكريم يخلص ليرجعوا لحياتهم طبيعية. في أشخاص عن جد بتتعب وبتصوم من قلب ورب، بس صيامهم ما بيكون بس عن الأكل والشرب، وإنما يومهم بيحمل معنى رمضان بكل تفصيلة منه، وبيكون حلول هالشهر الكريم تقيل عليهم فعلا. بس بنفس الوقت في ناس بتصوم بس على طريقتهم، طبعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعهم، بس طريقتهم بتكون مستفزة للبعض. طب ليش؟ وشو هي هالطريقة المتبعة؟ كثير من الناس بيخاطبوا الصايمين برمضان، فكر حالك عم تتعب بشهر رمضان وعم تصوم كتير، والنهار بالنسبة إلك عم يمر بسرعة. هذا الكلام موجه للأشخاص اللي بيتزاكوا على الشهر وبيقلبوا حياتهم برمضان، بصير نهارهم ليل وليلهم نهار، يعني بيناموا بعد السحور بشي ساعة ساعتين وبيصحوا وقت أذان المغرب، يعني على الفطور تماما. إنه لأ عن جد كتير هيك، لا وبيقلك بآخر يوم بشهر رمضان الحمد لله خلص هالشهر كان متعب. والله ايه معك حق، كان متعب كتير بالنوم. وفي منهم هدول مزعجين أكتر بيقولوا والله مرق هالشهر بسرعة وما حسينا فيه. أكيد ما رح تحس فيه لأنك قضيته نايم. مهم هدول الأشخاص تحديداً فيكن تتمنوا لهم أو تدعوا عليهم يقضوا كل رمضان في فنلندا. ليش فنلندا تحديداً؟ لأن المسلمين بهالبلد تقريباً فينا نعتبر أنه بيتسحروا وبيفطروا بنفس الوقت، توصل عدد ساعات الصيام ل 23 ساعة و5 دقائق، وهيك بتكون هالدولة هي الأولى بالعالم بأطول ساعات الصيام عالمياً. تخيلوا مع 55 دقيقة بس لتعيشوا ماراثون ما بعد الفطور حتى السحور، يعني معكم 55 دقيقة بس لحتى تفطروا تشربوا الشاي وتتحلوا وتاكلوا فواكه وموالح وغيرها. طبعاً الوضع نفسه موجود بكل الدول الاسكندنافية مثل النرويج والسويد، والصيام رح يكون فيها من 22 ساعة و8 دقائق ل 23 ساعة و5 دقائق، يعني كل واحد بيزعجك فيك تدعي عليه وتقله روح إن شاء الله كل رمضان بتقضيه بفنلندا أو بالسويد. وللصراحة هاجر كتير من مسلمين الدول العربية للسويد بالسنين الأخيرة، تحديداً من سوريا. طيب مثل ما في المتزاكي والحربو يلي بيقضي رمضان بالنوم، كمان في أشخاص بالفعل بيكون حمل رمضان عليهم تقيل، بفيقوا من جهجهة الضوء وما بيرجعوا على البيت لوقت الفطور، هاي بأحسن الأحوال. هدول بدنا ندعي لهم يقضوا رمضان بخير. صراحة في مدينة بالأرجنتين اسمها أوشوايا، هالمدينة موجودة بأقصى جنوب بلاد ماراثونا وميسي والمتة، بيوصل عدد ساعات الصيام فيها هاي السنة ل 11 ساعة، وبجوز ما يتجاوز ال 11.
بالنسبة للدول العربية رح تكون أطول ساعات الصيام بالوطن العربي بالجزائر وتونس، أما بالنسبة لأقل وأقصر عدد ساعات الصيام بالوطن العربي رح تكون بجزر القمر حوالي 13 ساعة. هاي كانت حلقتنا لليوم، بشوفكم بكرة بحلقة جديدة وتضلوا بخير.